وللمتابعة ينضم إلينا من الخان الأحمر وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. سيد وليد، إذن كيف تبدو الصورة لديك في الخان الأحمر عشية انعقاد المحكمة الإسرائيلية؟ يعني حضر هنا الليلة المئات في حالة استنفار لانتظار ماذا ستسفر عنه قرار المحكمة التي كانت قد اتخذت قرارا سابقا في 18/5 بهدم وترحيل التجمع، والتي تم التصدي لإجراءات الاحتلال عندما دخلت الجرافات لتنفيذ ذلك. نحن الآن مرة أخرى نحن جاهزون هنا للتصدي لأي قرار قد يحدث من المحكمة لهدم التجمع من جديد، لكن أعتقد أن محامو السكان هنا تمكنوا من تغيير الوقائع الأحداث داخل المحكمة بعد أن قدموا المزيد من الوثائق التي تؤكد أحقية السكان في البقاء. هذا التجمع الموجود هنا قبل الاحتلال، وهؤلاء السكان الذين رحلوا من النقب قبل 70 عاما وموجودون هنا منذ حوالي 70 عاما أيضا، وبنوا بيوتهم هنا قبل أن يأتي الاحتلال، لا يحق لأحد أن يقتلعهم، وهم رفضوا كل العروض التي عرضت عليهم. الإدارة المدنية عرضت عليهم الانتقال إلى منطقة أخيرا، يعني كانت قد عرضت عليهم منطقة الجبل ثم بالقرب من أبو ديس، الآن تعرض عليهم منطقة قرب برك مياه الصرف الصحي بالقرب من أريحة، ولكن يبدو أن هذا التخبط لدى الإدارة المدنية ولدى جيش الاحتلال، حيث أنه ثبت أن هذه المنطقة ممنوعة للسكان أن يتواجدوا فيها. هذا ما تمكن محامو السكان اليوم من الوصول له من خلال الوثائق الموجودة، وبالتالي يعني قدموا ذلك للمحكمة، وهذا سيؤدي إلى تعطيل وتأجيل عملية الهدم أو عملية الترحيل. هنا سيد وليد أسأل عن على ذكر هذه المسألة، هنا أسأل عن سيناريوهات الغد، يعني حسب حكم المحكمة غدا سيكون رد فعلكم؟ نعم. أم أنكم متواجدون في كل الأحوال؟ غدا 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 في الآن بدأت تتضح الصورة، أن غدا نحن ذاهبون باتجاه أغلب الظن باتجاه تأجيل القرار وليس باتجاه اتخاذ القرار. كنا قد يعني كان هناك احتمال 50% باتجاه اتخاذ قرار المحكمة و 50% باتجاه التأجيل، لكن الآن بدأت تميل الأمور باتجاه التأجيل، خاصة بعد عدم تمكن الإدارة المدنية وجيش الاحتلال من تقديم الرد على طلبات محامو السكان الذين طلبوا التقارير البيئية للمنطقة التي سيتم نقلهم. السكان يرفضون من ناحية المبدأ التعاطي مع الإدارة المدنية في موضوع النقل، أو يرفضون أيضا التعاطي في صفقات مع الجيش لنقلهم إلى مكان آخر، بالرغم من تقديم عروض لهم وإغراءات مادية لهم ومنحهم قطع أراضي للانتقال من هذا المكان، ولكنهم لا يقبلوا الانتقال من مكانهم أبدا ورفضوا ذلك. طيب سيد وليد، الآن جهود محامين. تمام سيد وليد، المحكمة العليا أو عملية اتخاذ قرار غدا. تمام، المحكمة العليا الإسرائيلية كان لها أكثر من موقف فيما يتعلق بالخان الأحمر منذ العام 2009، من قرار بالهدم إلى قرار بتجميد هدم الخان الأحمر إلى غير ذلك. هل تعتقد أنه المسألة ستحسم من الناحية القانونية، يعني الحسم هنا قانوني، أم أن متغيرا سياسيا ما من الممكن أن يكون هو الحاسم في مشكلة الخان الأحمر؟ يعني من ناحية قانونية أعتقد أن الحسم قد يكون صعب في هذا المجال، بالرغم من أن الوثائق التي قدمها محامو السكان هي وثائق قوية جدا وتستطيع أن تحقق نتائج، لكن كان قد صدر حكم مسبق في 18/5 حكم نهائي بالترحيل والهدم، ولكن المحامون بعد أن تمكنوا من الحصول على وثائق الأراضي وتمكنوا من الحصول على اتفاقيات إيجار بين أصحاب الأراضي وهم من قرية عناتة مع البدو القاتلين هنا، وتمكنوا من تنظيم مخطط هيكل للمكان، وتمكنوا من تقديم طلبات ترخيص، وضعوا المحكمة أمام والإدارة المدنية وجيش الاحتلال أمام حقائق جديدة، يريدوا تنظيم التجمع هذا في هذا المكان، ويريدوا بناء قرية نموذجية في هذا المكان حسب المعايير التخطيط التي استخدموا خبراء أيضا لإنجازها، وبالتالي هناك الآن حالة إرباك داخل المحكمة وحالة إرباك داخل الإدارة المدنية. عندما رفض السكان التعاطي مع عملية الترحيل بأي شكل، وبالتالي أرادوا أن يجبروا الجيش لاتخاذ قرار تهجير قسري، وبالتالي هذه هي جريمة حرب، هي
هي جريمة حرب. نريد أن ندفع الإسرائيليين تجاه هذه الزاوية إذا ما أرادوا حتى إحداث الهدم، ولكننا جاهزون لسيناريوهات أخرى. السيناريو الأول هو التصدي لعملية الهدم، السيناريو الثاني إعادة البناء إذا ما تم الهدم، وهناك سيناريوهات أخرى تنتظر إن شاء الله. لكننا نقول أننا باقون هنا، لكن أي تدخل سياسي سيستطيع أن يؤثر تأثيرا إيجابيا لصالح بقاء السكان. أستاذ وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من الخان الأحمر، شكرا لك.